التسامح قوة، اللي ما بيعرفش يسامح إنسان ضعيف. هو أصل الدين الإسلامي صفة جميلة، الناس كلها لازم تتحلى بالتسامح. شيء جميل جداً إن إحنا نتسامح مع بعض في وقت ما حدش عايز يتسامح لحد. في تعاملاتنا مع بعض، جيران، تسامح في العمل، تسامح في كل شيء. يساوي عندي العفو عند المقدرة. سمة من سمات الأنبياء والحاجات العظيمة اللي الواحد يقدر يعملها في حياته انه يعرف يسامح. ما اعرفش اكون بوشين، ما اعرفش اضحك في وشك وبتكلم معاكي وانا جواكي جوايا مش صافيه ليكي لا يمكن. ما يجيش مثلا ابني يقول لي زميلي مثلا يا بابا ضربني، اضربه زي ما ضربك، لا، طب ممكن نشوف هو ضربك ليه، ممكن نسامحه مش عشان هو عمل موقف معين اقطع علاقتي بيه. مش كل الناس زي بعض، مش كل الناس طبعها واحد. في ناس ما بتسامحش بسهوله. ان هو يعرف يعمل كنترول على نفسه، ان هو يقدر يسامح اللي قدامه علشان الحياه تستمر. التسامح قيمة مهمة جداً في حياة البشرية. التسامح بين الأب وبين الابن، بين الأم بين زوجها، وبين الزوج وزوجته، بين كل الناس في كل البشرية، بين المذاهب المتعددة في الدين الواحد، حتى بين الأديان التسامح شيء مهم. عدم التسامح معناه اللي انت بتخلي في المجتمع بتاعك بؤرة من القلق والتوتر والإرهاب والعنف. عشان كده المجتمعات اللي محرومة من التسامح مجتمعات تلاقي فيها تفجير وتلاقي فيها إرهاب. عدم التسامح بوابة التفجير والتكفير. ربنا يعافينا يا رب. عشان كده النهاردة جايين نأسس لمفهوم التسامح الواسع قوي. مفهوم التسامح بين الأب والأم، بين الأب وولاده، بين الأم وولادها، بين الزوج وزوجته، بين الجار وجاره، بين أبناء البلد الواحد والدين الواحد، حتى الأديان المختلفة، حتى العقائد. محتاجين نأسس للكلام ده عشان نعيش في حب وتسامح ووفاق وقام. محتاجين نرجع الأمن والسلام مرة تانية للمجتمعات العربية والغير العربية. خلي بالك إن التسامح ده مش معناه اللي أنت تتنازل عن دينك أو المعتقد بتاعك، بس معناه اللي أنت بتدي فرصة للطرف الآخر إن يبقى فيه حوار، إن هو يخليه على رأيه وإنت تخليك على رأيك، بس يبقى فيه حلقة حب مشتركة ما بينكم، عشان ما نشوفش اللي إحنا بنشوفه دلوقتي في المجتمعات اللي حوالينا. المجتمعات اللي حوالينا بتتمنى إن يرجع الحب ما بينها والتسامح. اوعى في يوم من الأيام حد يضحك عليك ويقولك إن الدين بيؤمر بعدم التسامح. أي دين؟ لا اليهودية ولا المسيحية ولا الإسلام، لأن الأديان دي كلها تدعو إلى التسامح والعفو والصفح. خلي بالك لو حد ظلمك سامحه، بدل ما تشيل الهم في قلبك وتوتر نفسك وتخليك قلقان، روح سامحه. عارفين سيدنا أبو بكر الصديق كان بيصرف على واحد اسمه مصطح. مصطح ده خاض في أمنا عائشة رضي الله عنها، اللي هي بنت سيدنا أبو بكر وزوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أبو بكر كان بيصرف عليه، قال بقى معقول يتكلم في حق بنتي كمان أصرف عليه؟ أنا همنع منه، همنع المال عنه خالص. راح ربنا منزل آية: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أول ما سمعها سيدنا أبو بكر قال: بلى يا رب.
أحب أن تغفر لي. القرآن بيؤسس لمجتمع متسامح، التسامح بين المسلم وغير المسلم، بين الإنسان وأخيه الإنسان. علشان كده في قصة جميلة جدا بتعلمنا عن إيه تسامح. اتنين من الأصدقاء في يوم من الأيام رايحين رحلة مع بعض، رايحين مصيف، وهم ماشيين حصل مشادة كلامية ما بينهم، فواحد ضرب التاني على وشه. التاني خد الضرب على وشه ومسك الغيظ كده في نفسه، راح كاتب كده على ورقة: اليوم ضربني أعز أصدقائي وأحبابي. ومشي الحال ومشيوا وتصالحوا في الطريق. لما وصلوا بدأوا ينزلوا البحر، التاني المضروب ده كان خلاص هيغرق، فصاحبه التاني فنزل أنقذه، طلع فكتب على صخر على حجر: اليوم أنقذني أعز أصدقائي. صاحبه مش فاهم انت عملت كده ليه، قال له: عشان انا كتبت في المرة الاولى على ورقة، الورقة سهل ان هي تتقطع، ادي الورقة، لكن في المرة التانية انا كتبت كده عشان الحب اللي ما بيننا لا يمحوه اي شيء على الاطلاق، لا بغض ولا حسد ولا شحناء ولا تدابر. متنامش وانت زعلان من حد، متسامح مع الدنيا كلها. تسامح في ديني او تسامح في حق بلدي او في حق اسرتي، ما اقدرش اتسامح في حاجه زي كده. طول ما انت داخليا مرتاح نفسيا وبتحب اللي حواليك، اكيد الحياه تبقى مختلفه تماما. لو الواحد مش بيعرف يسامح هيخسر ناس كتيره قوي في وقت قصير قوي. كل حد فينا في مزايا وفي عيوب، هل اللي بيفرق معايا هل مزاياه تفوق عيوبه ولا عيوبه تفوق مزاياه؟ الواحد لو بيعرف يسامح كويس ومن جواه هيبقى عنده صفاء نفسي يقدر يكمل بيه الحياه، لان احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط. او ان احنا ننسى الماضي بكل مشاكله المؤلمه بارادتي بدون ضغوط. الحمد لله انا بسامح اي حد حتى لو اذاني. اتمنى ان الحب يسود العالم كله، العالم كله بجد بجد، والتسامح لازم يبقى فيه تسامح ما بيننا، تسامح بين الجار والجار، بين الإنسان وأخيه الإنسان، التسامح حتى مع الذات، مع النفس، التسامح مع أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والمجتمع اللي بتجمعهم لغة واحدة. في القرن الخمستاشر والستاشر أوروبا كانت بتعيش حالة من اللا مسامحة، اللا تسامح، اللا عفو، اللا مغفرة، بين الدين الواحد، بين الكاثوليك والبروتستانت. كان في مشاكل ما بينهم، بس لقوا المجتمعات بتاعتهم بؤر من القلق والتوتر والإرهاب ساعتها، فعملوا إيه؟ لازم يصدروا قرار وقوانين تدعو للتسامح. بس خلي بالك، قوانين مش نظرية بس، ده طبقوها بالفعل عملية. عشان كده نلاقي دولة زي بولندا مثلا أصدرت أول قانون للتسامح الديني وعدم التمييز بين الأديان وبين الناس وبعضها سنة 1573. ونلاقي الملك هنري في فرنسا أصدر قانون أيضا للتسامح سنة 1598. وبعديها على طول بكام سنة أصدرت بريطانيا قانون للتسامح. على فكرة ده كان حل عملي للخروج من الأزمة، مش حل نظري بس، حل عملي، وعاشوا في تسامح ووئام ومحبة وسلام. عشان كده إحنا كمان لازم يبقى فيه تسامح ما بيننا، تسامح بين الجار والجار، بين الإنسان وأخيه الإنسان، التسامح حتى مع الذات، مع النفس،
عشان كده نلاقي ان القرآن الكريم اول شيء بيحث عليه ان في الاخر انت انسان وانا انسان، فرفع من قيمة الانسان فقال ولقد كرمنا بني آدم. انت انسان، القضية مش قضية دينك ايه، القضية انت مين، انت انسان. فلذلك كان لازم من حرية المعتقد وحرية في اختيار الدين. خلي بالك ده شيء مهم، حرية المعتقد، لأن ربنا لو أراد أن يكون المسألة دين واحد لفعل ذلك، لكن خلى للإنسان أن هو يختار الدين اللي هو محتاجه أو هو اللي عاوزه. ربنا قال لنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم عشان الاختلاف ده، لأن الاختلاف ده سنة، فينفعش اللي أنت تجبر حد إن هو يدخل الدين بتاعك أنت. سيب كل واحد على المعتقد بتاعه وما تجبروش. كذلك الأمر حتى أهل الذمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أهل الذمة، وأهل الذمة اللي هم الأقليات الدينية في أي مجتمع، وصى بيهم خير. والمقوقس اللي كان ماسك مصر لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم جاريتين، أهدى له الأولى اسمها مارية القبطية واختها سيرين. مارية خدها النبي صلى الله عليه وسلم وأنجب منها إبراهيم ابن النبي، وسيرين إداها لحسان ابن ثابت فتزوجها حسان اللي هو شاعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المقوقس ما كانش على الإسلام، لكن لما أهدى للنبي الهدية دي النبي قبل الهدية لأنه جاي للتسامح صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده النبي بيعلمنا الكلام ده وعلم الصحابة الكلام ده. عارفين سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب اتعلم ده من النبي لما النبي قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لي فيهم نسبا وصهرا. بس مش أهل مصر بس، كل المجتمعات اللي فيها أهل ذمة، فيها أقلية لازم تحترمها ولازم يكون فيها تسامح ما بينهم. سيدنا عمر بن الخطاب وهو بيموت كان بيموت مقتول، حد طعن وهو بيصلي الفجر، فكان لما يجي يشرب أي شيء يطلع من بطنه، ومع ذلك وهو بيموت بيوصي الوصية الأخيرة. عارف كان بيوصي بإيه؟ بيوصي بالتسامح. بيوصي سيدنا عمر وهو بيموت بالتسامح، بيوصي بالأقليات الدينية اللي احنا بنسميها أقليات. بيقول للخليفة اللي هيجي من بعده، هو مش عارف اسم الخليفة، بيقول أوصيه بأهل الذمة خيرا أن يفي لهم بعهدهم. خلي بالك ده شرط مهم جدا، وألا يكلفهم ما لا يطيقون، وأن يحميهم. ثلاث حاجات بيوصي سيدنا عمر الخليفة اللي هيجي بالأقليات الدينية دي. بيقول محدش يكلفهم أكتر من طاقتهم، ولو في عدو هيعتدي عليهم لازم يدافع عن الناس دي أبناء البلد الواحد، وهو ده التسامح. التسامح بين الناس والناس، التسامح اللي انت لو حد ظلمك اغفر له. الحياة على فكرة مش بروفة، الحياة مرحلة ولو عدتها مش هتعرف ترجع لها تاني. فانت لازم تنسى الغضب وتنسى الشحناء وتنسى البغضاء وتنسى الحسد وأي شيء يؤدي إلى عدم التسامح. النبي في يوم من الأيام كان في غزوة اسمها غزوة ذات الرقاع،
وكان قاعد كده تحت شجرة ونام النبي ومسك السيف بتاعه علقه على الشجرة، فجي أحد المشركين مسك السيف وحمله على النبي، النبي استيقظ فلقى الراجل المشرك ده حامل السيف عليه وعاوز يضرب النبي. قال: من يمنعك مني يا محمد؟ ألا تخاف مني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني إذن؟ فالنبي بكل ثقة قال: الله. الراجل خاف فالسيف وقع من الأعرابي، فالنبي مسك السيف فقال له: من يمنعك مني يا أعرابي؟ عارف الأعرابي قال إيه؟ قال: كن خير آخذ يا محمد، خليك أنت الكريم. فالنبي ضحك له كده قال له: خلاص، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فالراجل قال له: لا. خلي بالك النبي هنا ما أجبروش على الدخول في الإسلام، وكان بإمكانه اللي هو يعمله كده، لكن النبي يمزح معه صلى الله عليه وسلم فقال له: لأ. فقال له: لكن أعاهدك يا محمد على ألا أقاتل مع قوم يقاتلونك. فقال له: طب خلاص روح، مع السلامة. الرجل ذهب إلى قومه وقال: جئتكم من عند خير الناس صلى الله عليه وسلم. هنسامح بعض ولا مش هنسامح بعض؟ هنسامح بعض. لو حد زعلك، جارك، حبيبك أو أخوك، هتفضل شايل منه بالطريقة اللي انت فيها دي على طول؟ ولا هتبدأ ترفع شعار: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ على فكرة، من أيضا من التسامح بين البشر أن يبقى فيه إنصاف. خلي بالك، ما من إنسان إلا وفيه عيب، لكن في بعض الناس ما ينفعش اللي احنا نذكر عيوبها عشان نعدل المسألة ونعيش في حب ما بين بعض. سيدنا سعيد بن المسيب بيقول: ما من إنسان إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه أصلا، ما ينفعش. فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. افتكر له الحسنات دايما، وما تخليش عينك على السيئات والزلات، علشان لو فضلت على طول عينك على الزلة دي والخطأ ده، مش هتعرف تعيش لا انت ولا أخوك الإنسان. طيب، هضرب لك مثال وهختم بيه. عارف المثال؟ لو إن واحد عذبك، واحد استهزأ بيك وطردك من بلدك، هتعمل معاه إيه؟ هتسامحه ولا مش هتسامحه؟ لا، ما تقولش كده، لازم تسامحه. عارف هتسامحه ليه؟ عشان اللي أفضل منك ومني سامح. عارف مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طرد من مكة صلى الله عليه وسلم وقعد في المدينة، وبعد 8 سنين من طرد النبي من مكة وخروجه من مكة، رجع يفتح مكة فنظر إلى قريش، قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. يعني أنت أخ كريم وابن أخ كريم. النبي سامح وأصدر قرار وقانون التسامح وقانون العفو على اللي عذبوا النبي وقتلوا كتير من الصحابة. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عشان كده محتاجين إن احنا نغلب المصلحة العامة، مصلحة المجتمع، مصلحة الأوطان على مصلحتي أنا، مصلحة الجار على مصلحتي الشخصية. محتاجين يبقى فيه تسامح ما بيننا، وعفو ومغفرة. ارفع شعار: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يا رب اغفر لنا، يا رب اعفو عنا، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم إلى نور الفهم، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. اللهم زيننا بالعلم وجملنا بالعلم والحلم. أحبكم في الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.